السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل المحشي، هنعمل تشكيلة يعني. تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. هنعمل كرنب، وهنعمل فلفل وبتنجان، وهنعمل ورق عنب ان شاء الله. ودلوقتي حبايبي هنعمل خلطة المحشي. احنا غسلين الرز ومعانا خضار، احنا برضو غسلينه وصفى المية اللي فيه، هننزل بيه على الرز بتاعنا. واحنا عاملين الصلصه قبل ما نبتدي، عامله الصلصه للمحشي. انا محمره بصلتين اتنين، قلتهم الاول في حبه زيت، وبعد ما دبلهم والبصل بقى تمام نزلت عليهم بالصلصه، وحطيت التوابل الملح والفلفل والكمون والبابريكا، وحطيت مكعبين مرق الدجاج، وسبتهم لما الصلصه اتسبكت. وبقى ده شكلها. هننزل بقى بالصلصه بتاعتنا على الرز والخلطه عشان نقلبها. بص حبايبي، احنا هنحشي البتنجانة كده، يا اما بالمعلقه، يا اما لو مش حابين بالمعلقه ممكن نحشي بايدينا كده. بص حبايبي، احنا ما بنيجي نحشي البتنجان بنسيب قيمه نص سنتي عشان لما نزود الرز شوربه ما يطلعش بره البتنجان. والفلفل هنحشيه بالشكل ده برضو. لو حابين تحشوا بالمعلقه ماشي، مش حابين بلاشوا. بص حبايبي، احنا سايبين في الفلفل قيمه برضو نص سنتي، مش مكملينه للاخر عشان لما نيجي نزوده برضو زي البتنجان الرز ده هيزيد، فما يطلعش بره الفلفل مننا. وكده حبايبي شكل البتنجان بعد ما حشناه هو والفلفل ورصناه في الحله. احنا موقفينه مش منيمين البتنجان ولا الفلفل، واقف في الحله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنحشي بقى الكرنب واوريكم ازاي بنلفه. بص حبايبي، احنا بنحشي الورق الكرنب كده، بنحط حبة رز مقدار الورقة وبنلفها بالشكل ده كده اهيت، وبنحبك الصابع عشان ما يبقاش طالع من اليمين ولا من الشمال حاجة. هنلف واحدة تانية اوريكم بنلفها برضو ازاي. بصوا احنا معانا الورقة اهي، بنحط حبة رز ونوزعهم في الورقة كده ونقوم لفينها كده بالشكل ده اهي. وده شكل حبايبي المحشي بتاعنا بعد ما خلصناه ولفناه. هوريلكوا بقى اللي هو ومحشي البتنجان لما يستوي خالص بقى شكلهم عامل ازاي. بصوا حبايبي، احنا هنحشي ورق العنب. هنجيب الورقه كده اهي من هنا من عند المفرق بتاعها كده، هنقفلها كده بالشكل ده، وهنحط شويه رز كده ونفرتهم في الورقه ونتني دي كده اهوت، ونبرم الصابع بتاعنا جامد بحيث ان هو ايه ما يبقاش مهوي. ها بص حبايبي، شويه رز ونفرتهم ونقفل الورقه كده بالشكل ده. الشكل ده كده معانا اهوت، ما فيش رز طالع من الجناب، مقفول حلو. نحشي بالنظام ده كده. بص حبايبي، احنا هنزود المحشي بتاعنا كده، هنزوده شوربه. احنا هننزل حله كده حبايبي عشان الشوربه تبقى نازله حوالين المحشي كله بالشكل ده، ولو عايزه شويه شوربه صغيرين نزودها. وهنزود المحشي برضو بالشكل ده. وهنعمل الحلة كده بحيث الشوربة برضو تبقى نازلة ومغطية المحشي بتاعنا. وهنزود البتنجان والفلفل برضو كده، هنسقي كده. وما يخلص خالص هوريكم شكل البتنجان والمحشي بتاعنا بقى عامل ازاي. وده حبايبي شكل المحشي بتاعنا بعد ما خلص واستوى. ده المحشي الكرنب، وده محشي الورق العنب. بصوا الصابع مقفول خالص وجميل ازاي. وده محشي الفلفل والبتنجان. ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير.